المنطقة العربية ملقية بظلالها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي. فالوضع السياسي المرتبك أنتج سوقا غير مستقرة وحالة من الركود وضعفا في القدرة الشرائية. في الأردن على سبيل المثال بلغت قيمة الصكوك المرتجعة خلال العام الحالي أكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي في بلد تقدر ميزانيته المالية لهذا العام ب 13 مليار دولار أمريكي. نفتح هذا الملف في شباكنا الرئيس وندعوكم مشاهدينا لمشاركتنا الحوار على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في شباك الفنون نواصل تغطيتنا لفعاليات أيام قرطاج بمسرح العرائس، وفي شباك الثقافة مجلة الثقافة الجديدة المغربية تعود للمشهد الثقافي بعد 35 عاما على إغلاقها. فقراتنا الأخرى متنوعة بين شباك هاشتاغ من فلسطين وجدل كبير حول انضمام فلسطين إلى اتفاقية سيداو وشباك الصحة مع دانيا أرشيد ومواضيع أخرى بانتظاركم، فتابعونا. نبدأ الحلقة بصورة اليوم وتأتينا من سوريا للاجئ خالد الحامد الذي فقد ابنه فذهب لدفنه في سوريا، وعند عودته إلى تركيا انفجر لغم أرضي بسيارته أدى إلى وفاة ابنته وإصابة زوجته. وفيديو اليوم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يتحدى المجتمع الدولي بتدشينه قطارا يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي احتلتها روسيا منذ 5 سنوات. وفي مثل هذا اليوم من عام 1956 استردت السلطات المصرية قناة السويس وتسلمت مدينة بورسعيد بعد انسحاب القوات البريطانية والفرنسية منها. وقد أتى هذا الانتصار بعد مقاومة العدوان الثلاثي الذي شنته كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر، والذي كان يهدف للتخلص من عبد الناصر وفك الخناق المحكم على السفن الإسرائيلية في القناة. تواصلت الضغوط على الحكومة الأردنية لإعادة النظر بالقوانين التي تنص على حبس المدين في حالة التخلف عن السداد وإتاحة المجال للمتعثرين لإجراء تسويات مالية مع الدائنين، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع حالات التعثر المالي في الأردن في الآونة الأخيرة وسط تراجع الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة. وحسب بيانات رسمية بلغت قيمة الصكوك المرتجعة خلال أول 9 أشهر من العام الحالي أكثر من 1.5 مليار دولار غالبيتها لعدم كفاية الرصيد. اصطدمت بالواقع، اضطريت أني أسكر المحلات، كان ما في حل إلا هذا الحل. لم يكن يزيد يعلم أن عمله تاجرا سيحوله إلى مطارد ومطلوب للأجهزة الأمنية. طلب مالي قضائي بحقه كان سببا في سجنه 3 شهور، وطلب جديد يعني أن اعتقاله مرة أخرى مسألة وقت. كان عندي أنا 3 محلات وكان الشغل جدا ممتاز والأمور كانت ممتازة، لكن سبحان الله الوضع الاقتصادي تراجع، القوة الشرائية خفت بالبلد، الأمور شوي ساءت، شيء طبيعي بلش الوضع يتردى شوي شوي ويرجع لورا شوي شوي، لما وصلنا لمرحلة ما قدرنا نكمل. تاجر والمسمى مطارد، هذا حال يزيد. فضعف القوة الشرائية في السوق قادته إلى عجز في الإيفاء بالتزاماته المالية، فتحول إلى سجين سابق ومتعثر حاليا بالسداد. رجل جوا سجن 90 يوم، عنده عائلة، عندي أطفال 2، أنا الحمد لله من ذوي الاحتياجات الخاصة وعلي التزامات، وأنا جوا السجن. لا، والالتزامات البرة بتزيد وفوائد بتركب وأنا جوا السجن. طب شو بدي أعمل وأنا جوا السجن؟ شو بدي أعمل؟ طلعتوني. هل أنا لما طلعت سنة، هل أنا بالسنة بدي أقدر بالوضع الاقتصادي هذا أسكر كل الدنيا؟
يزيد ليس التاجر المتعثر الوحيد، فقد وصلت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في الأردن لأكثر من 1.5 مليار دولار، كما أظهرت بيانات صندوق البنك المركزي للعام المالي 2019. ظاهرة بيع المحلات التجارية أو إغلاقها، ثم ظاهرة الشيكات المرتجعة والتعثر المالي وجيش المطلوبين للتنفيذ القضائي، عناوين تدل بكل بساطة على عدم قدرة كثيرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية للجهات الدائنة. الأداء الاقتصادي المتراجع ومعدلات النمو المنخفضة أدت وتؤدي إلى مزيد من البطالة من جهة، وانخفاض في دخل الناس من جهة أخرى. الأسعار ارتفعت والضرائب أيضا، والدخول تذوب من دون نار. كل هذه أسباب ساهمت في ازدياد أعداد الشيكات المرتجعة من دون رصيد. فالجمود المالي يدل على أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد تتراجع. ليث جبور، العربي، عمان. ولنناقش هذه الظاهرة ينضم إلينا من عمان مازن أرشيد، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في الشركة المتحدة للاستثمارات المالية. وأيضا أرحب بالدكتور نور الدين العلوي، ينضم إلينا من تونس، وهو أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية. مساء الخير وأهلا بكما. وأبدأ معك أستاذ مازن. طبعا التقرير ذكر الأسباب، خليني أقول ليس البسيطة لكن الأسباب المعلنة لهذه الظاهرة في الأردن تحديدا. ما هي الأسباب الأخرى الأكثر تعقيدا، الأكثر عمقا بحسب رأيك؟ يعني فعلا ظاهرة الشيكات المرتجعة في تزايد خلال السنوات الماضية، خصوصا خلال فترة 2011 إلى اليوم. تقريبا لاحظنا هنالك ارتفاع في أحجام الشيكات المتداولة والمرتجعة. طبعا هذا أنا بشوف السبب الرئيسي فيه مثل ما ذكرت في تقريركم، السبب الرئيسي هو ضعف القوة الشرائية خلال هذه خلال السنوات الماضية. طبعا بعد ما قامت الحكومة الأردنية في عام 2014 برفع الدعم عن المحروقات، رفع الدعم بعد ذلك عن الخبز ومواد أساسية، رفع الضرائب حتى على سلع أساسية وغيرها، وضريبة تم تعديل ضريبة الدخل، وكل ذلك الحقيقة أضعفت القوة الشرائية بشكل كبير. طبعا ناهيك عن ارتفاع يعني الحسابات التجارية فيما يتعلق بتكاليف التصنيع والإنتاج بالنسبة للمستثمر الأجنبي. نعم. المستثمر الأجنبي يعني أحجام الاستثمار الأجنبي تراجعت بأكثر من 52% العام الماضي مقارنة بعام 2017، ونفس الشيء فيما يتعلق بهذه السنة. تراجعت رؤوس الأموال أيضا ب 57% العام الماضي، و 20% فيما يتعلق بعدد الشركات المسجلة تراجعت أيضا في الأردن. واضح أنه هنالك ارتفاع في تكاليف المعيشة، ارتفاع في تكاليف الإنتاج، أثر بشكل سلبي واضح على الأفراد وحتى على الشركات، وأدى ذلك طبعا بطبيعة الحال يعني التخلف على السداد، أو حتى فيما يتعلق بزيادة عدد الشيكات المرتجعة. نعم، أنتقل إليك دكتور نور الدين. هل هذه الظاهرة منتشرة اليوم في تونس وفي السنوات الأخيرة بعد الثورة ربما والأوضاع الاقتصادية الصعبة، إن كان في تونس أو في المنطقة بشكل عام؟ نعم، ليس هناك اختلاف كبير في الظرفية الاقتصادية بين تونس والأردن. تقريبا البلدان ومثلهما كثير من البلدان العربية تعاني نفس الأوضاع الاقتصادية. هناك تراجع في نسب النمو، وهناك صعوبات تعانيها المؤسسات الخاصة. وفي مقابل هذه التراجعات على المستوى الاقتصاد، هناك ميل مضطرد إلى الاستهلاك. لا. يعني الأفراد لم يعودوا إلى حالة من الاستهلاك العقلاني إلا فيما ندر، ولذلك فإن الصورة التي أراها أوضح من تونس هي الصكوك الفردية أو الصكوك التي يصدرها أفراد في أغراض استهلاكية قصيرة الأمد، والتي يريدون بها تغطية مستهلكات في الغالب ضرورية ولكن فيها الكثير من الكماليات،
ولا تكفي موارده، لا تكفي مواردهم لتغطية نفقاتهم، فهم في وضعية تناقض بين ما يرغبون فيه وما يستطيعون الحصول عليه، ولذلك يصدرون الكثير من الصكوك لتغطية مصاريف ثم ترتد عليهم لأن البنوك لا تستطيع التغطية. وكثير من القضايا المرفوعة في المحاكم وكثير من المساجين مثل الشخص الذي تحدثتم إليه في التقرير هم ضحايا هذه، لا أريد أن أستعمل كلمة نزوة، ولكن ضحايا عدم الحساب الدقيق بين الإمكانيات الفردية والطموحات. ينتهي الأفراد عادة إلى الاستهلاك أكثر مما يستطيعون، فلابد القانون أن يأخذ مجراه في هذه الحالة ويلزم الناس بالسداد. في حالة عدم السداد طبعا هناك عقاب بدني. نعم، أريد أن أناقش هذه العقوبات لو تسمح لي دكتور نور الدين مع الأستاذ مازن. يعني هناك ربما طرفان في الأردن، طرف يدعو إلى تخفيض العقوبة من سنتين إلى سنة، وهناك طرف يرفض ذلك ويقول بالعكس يجب ربما مضاعفة العقوبة من سنتين إلى 4 سنوات. يعني قليلة هي البلدان التي تسجن بسبب الشيكات التي يعني تمنح بلا رصيد. صحيح، طبعا أنا مع أنه يكون عملية تخفيض العقوبات. تخيلي بأنه في الأردن هنالك أكثر من 300,000 مطلوب من أجل تخلفهم في السداد أو بسبب طبعا الصكوك المرتجعة. أنا برأيي أنه كلما كان تخفيض بالعقوبات أو عملية السجن هو أيضا من مصلحة الدائن، يعني الدائن يستطيع أن يقوم بتسوية العملية مع الذي قام بإصدار هذه الشيكات ولم يتم سدادها بالشكل المطلوب، بدلا من يعني إمضاء وقته في السجن وبالتالي لم تحل العملية بشكل جذري. وبالتالي هنالك بالفعل مطالب في الأردن بتخفيض العقوبات أقل من عام حتى، لكن كل ذلك يعتمد على حجم الشيكات المرتجعة وقيمتها. كلما كانت القيمة أكبر بالتأكيد ستكون عقوبتها أكبر، لكن بطبيعة الحال أنا أفضل أن يكون هناك تخفيض للعقوبات من أجل على الأقل إتاحة الفرصة لإجراء تسوية بين الدائن وبين الشخص أو الفرد أو حتى صحيح. الشركة التي قامت بإصدار هذه الشيكات. نعم، أرجو أن تبقيا معنا. نذهب الآن إلى رانيا دريدي وتفاصيل أكثر عن ظاهرة الصكوك من دون رصيد في العالم العربي، ونعود لاستكمال النقاش. يعتبر السك أو الشيك ورقة تجارية له 3 أطراف، الساحب وهو من يصدر الأمر والمسحوب عليه وغالبا هو البنك، والطرف الثالث المستفيد أو حامل السك. وتعد الصكوك من أهم وأكثر وأخطر الأوراق التجارية تداولا في وقتنا الحاضر، كونها تقوم مقام النقود في التعامل بين الناس، ولأن حاملها يستطيع تحريك دعوى جزائية ضد الساحب في حال عدم وجود رصيد له في حسابه البنكي. كثيرون تضرروا من هذه المسألة، سواء أولئك الذين حرروا الشيكات أو أصحاب الحقوق، لكن الضرر الذي يلحق بمحرر هذه الشيكات بالطبع أكبر، كونه يتعرض للعقوبة فضلا عن تضرر مصالحه. هذا بالإضافة إلى تداعيات هذه المسائل على الاقتصاد بشكل عام، وذلك لما تسببه من انعدام توفر السيولة وبالتالي تأثير سلبا على استمرارية الأعمال وتغطية النفقات الإدارية والتشغيلية، وتتعطل معها التجارة الخارجية وتتجمد دورة المال والاستثمار. في الأردن تظهر البيانات الرسمية أن إجمالي السكوك والشيكات المرتجعة خلال العام الماضي بلغ أكثر من 482,000 سك بقيمة إجمالية فاقت 2,100,000,000 دولار، إما لعدم كفاية الرصيد وإما لأسباب أخرى فنية. ويرى بعض خبراء المال أن هذه الحالة قد تؤدي إلى تراجع ترتيب الأردن في تقرير التنافسية العالمية، خاصة بعد أن جاء في المركز 73 من بين 140 دولة في آخر تصنيف. في فلسطين بلغت قسمة الشيكات المقدمة للتقاص في عام 2017 وفق سلطة النقد الفلسطينية حوالي 11,400,000,000 دولار، في حين وصلت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 813,000,000 دولار، مشكلة ما نسبته 11.6% من إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص. أما في المغرب فقد حذر محامون ومصرفيون ورجال أعمال من الزيادة في قضايا السكوك المرتجعة التي باتت تقلق المجتمع وتؤثر سلبا
على النمو الاقتصادي، إذ أنها تتصدر القضايا المنظورة أمام المحاكم وفقا لتقارير رسمية. وقد سجل بنك المغرب المركزي ارتفاعا ملحوظا بطلبات الشيكات منذ بداية العام الحالي، حيث بلغ عدد الشيكات بدون رصيد في البلاد 288,460 خلال سنة 2018، أي ما يعادل 1,380,000,000 دولار، بزيادة قدرها 6.4% في العدد و 12.5% في القيمة مقارنة بعام 2017، وهذا وفقا للتقرير السنوي الأخير للبنك المركزي. في تونس وفي آخر إحصائيات وزارة العدل، فإن عدد حالات الشيكات بدون رصيد التي تم فحصها من قبل المحاكم التونسية للفترة من 2015 إلى 2016 تجاوزت 126,000. الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ذكرت في إحدى تصريحاتها أن الصكوك اليوم لم تعد وسيلة للدفع، ولكنها وسيلة للإثراء غير المشروع، وأن عدد الحالات المحولة من قبل البنوك والتي هي الآن في أيدي العدالة تصل إلى أكثر من 8,000 في الشهر. شكرا لرانيا دريدي على هذه المعلومات. أعود إليك دكتور نور الدين، يعني قبل الفاصل أيضا كنت تتحدث عن مسألة العقوبات، وأنا سألت الأستاذ مازن عن العقوبات في الأردن تحديدا، لأن هناك من يطالب طبعا برفعها أو بإلغائها. كيف بتشوف الموضوع وتأثيره على المجتمع يعني من هذه الزاوية، خاصة وأن العقوبات يعني تحرم ربما كل الأطراف من فرصة الاستفادة من هذا الخطأ؟ للمشكلة وجهان هنا. إذا تهاوننا في العقوبات بدعوى أنها غير مجدية للمدين وللدائن، فإن احتمال ارتفاع إصدار الشكوك سيزداد باعتبار أنه ليس هناك عقوبة. وإذا أغلظنا في العقوبة على مصدر السك بدون رصيد، فالأمر المشكلة لا تحل، لأن نسج شخص أول المتضررين عادة تكون أسرته وأولاده، ثم مؤسسته التي يمكن أن تكون لها أمل في أن تستأنف عملها أو أن تستمر بحدودها الدنيا، ويحدث ضرر اقتصادي وضرر اجتماعي. ولن نتحدث هنا عن شغل المحاكم والقضاء والمحاماة بملايين من الملفات التي تستهلك وقت وتستهلك دورة كاملة من العمل الإداري، والنتيجة أن الظاهرة في ازدياد. وجب أن نفكر بشكل مختلف في مجتمع الاستهلاك. هل يمكن مطامنة هذه الرغبات الفاحشة في الاستهلاك والتي تؤدي دائما إلى تجاوز قدرات الفرد لإمكانياته، أو تجاوز طموحات الفرد لقدراته الحقيقية بما يورثه؟ أنا مصر على النظر خاصة إلى الأسر والأفراد الذين يصدرون كثير من الصكوك ذات مبالغ متوسطة أو صغيرة، ولكنها في الأخير تدل على أنهم يستهلكون أكثر مما يقدرون على تغطيته بمصادر دخلهم. وكم من أسرة تشتتت وتشتت أطفالها وانحرفوا نتيجة غياب المعيل في السجن لقضاء عقوبة من أجل سك بدون رصيد قد يكون مبلغه محدودا، ولكن القانون لابد أن يأخذ مجراه. وجب أن نفكر بشكل مختلف. كيف نستطيع أن نعلم المستهلك أن يتوقف عند حدود قدراته ولا يتجاوزها؟ هذا وعي وثقافة كبيرة جدا أعتقد أنها هي أو ربما مطالبة أو إلغائها، أو مطالبة الحكومات يعني بالنظر إلى إن كان الأسعار أو إلى معدل البطالة أو إلى يعني العدالة في إن كان فرص العمل أو العدالة الاجتماعية. أنتقل إليك أستاذ مازن، ما دور أيضا البنوك وسياسات البنوك في المنطقة العربية، حتى البنوك الخاصة منها؟ يعني نعرف أنها غالبا لا توفر أي تسهيلات، لا توفر القروض كما هي حال البنوك في الغرب مثلا، والفوائد مرتفعة جدا، مما يعني يدفع المستثمر أو أي شخص إلى إصدار هذه الشيكات من دون رصيد. كلامك صحيح الحقيقة. أولا
ارتفاع الاقتراض في الأردن، القروض في الأردن لدى البنوك بشكل كبير الحقيقة، نصل إلى حوالي أكثر من 25 مليار دينار، يعني حوالي 40 أو 38 مليار دولار تقريبا هي إجمالي مجموع القروض التي تم تسليفها إلى شركات إلى أفراد، وهي بشكل مرتفع. رغم طبعا احنا بنعرف ان كلما ارتفعت الفائده في اي بلد عاده يعني يكون هنالك نشاط اكبر وملحوظ فيما يتعلق بقطاع التسهيلات البنكيه، لكن ما يجري في الاردن واعتقد انه في المنطقه العربيه اسعار الفائده ارتفعت بشكل كبير لدى البنوك، لكن لا تزال اجمالي التسهيلات البنكيه في ارتفاع ملحوظ، نتكلم عن اكثر من 38 مليار دولار، وهذا يعني يعطي مؤشر خطير للغاية. نسبة الأفراد الأردنيين الحقيقة أيضا نتكلم عن أكثر من 50% إلى 60% من المواطنين في الأردن يقومون بالاقتراض من البنوك عند يعني بتكلفة اقتراض مرتفعة بأسعار فائدة مرتفعة. للأسف قام البنك المركزي في الأردن بتخفيض الفائدة بأكثر من مرة، تقريبا 3 إلى 4 مرات خلال العام الحالي فقط، لكن يعني طبعا نتيجة لربط الدينار الأردني مع الدولار، وبالتالي المجلس الاحتياطي الفيدرالي قام بتخفيض الفائدة هناك، وبالتالي يعني يلحقه البنك المركزي بتخفيض الفائدة على الدينار الأردني. لكن البنوك العاملة في الأردن للأسف لم تقم بشكل سريع بتخفيض الفائدة لديها وبقيت مرتفعة، وهذا أيضا يجلب المزيد من المخاطر فيما يتعلق بعدم القدرة على السداد من قبل الأفراد وحتى فيما يتعلق بالشركات. إذا من الواجب البنوك أيضا أن تقوم بدورها وواجبها بتقليص الفائدة تدريجيا بما أنه سبقتها يعني البنك المركزي بتخفيضها أيضا في أدوات الدين اللي بيمتلكها. نعم، أتمنى أن تبقيا معنا. أيضا استطلعنا بعض الآراء من الشارعين الأردني والمغربي حول الحل الأنسب للقضاء على هذه الظاهرة، نتابع إذا إجاباتهم ثم نعود لاستكمال النقاش. الحل أنهم يعطوه فرصة أنه يضبط أوضاعه يصلح بصطلح مع المشتكي، يعني أنه يعطوه فرصة، أما ما يجي يحطه بالسجن، لو حطه بالسجن شو الفائدة؟ أنهم غلظوا العقوبة على اللي بيعطي شك بدون رصيد، وكمان التاجر اللي بيعرف ويتأكد ويثبت بالقضاء أنه هذا الشخص غير قادر على سداد هذا الشك بحينه، زي ما هو الفقه بيقول لازم يتعاقب بنفس العقوبة. صراحة البنك لازم يعطي لحدا رصيده عالي يعطيه شيك، أما رصيد قليل لايش الشيك أصلا. البنك لما بده يعطي التاجر مفروض دفتر شيكات يخلي حساب احتياطي أو يخلي رصيد ما ينزل عنه، مثلا أنا أعطيته دفتر الشيكات وعنده 30,000، هذا التاجر ممنوع ينصرف 30,000، هذول المفروض يظلن حتى يحفظ الشيكات، والشك يعني قيمة الشكات اللي حاطها التاجر المفروض البنك يظل حاجزها عنده عبما تنصرف هذه الشكات. المسألة دي استعمال الشك بدون رصيد، نعم هي جرم قبل كل شيء، لأن بالنسبة للاستثمار والبنسبة الاقتصادية للبلاد كيضروا بطريقة مباشرة. باش نصلحوا الاقتصاد العالمي أو ديال البلاد ديالنا، أولا خص الشك تعطاه قيمة، ويكون يكون هذاك المسؤول اللي هو بعطى الشك يكون هو يعني كضامن ذاك المدير اللي عطاه ذلك هو الوكالة البنكية، يكون هو ضامن لهذاك الشخص يعني باش يكون هو يعني إنسان صادق أو عنده وزن في البلاد، ماشي غير أي واحد تنعطيه شاك تيقبط ويبدا يفرق الشيكات بدون رصيد. هذا هو اللي يعني هذا هو وهو يعني يساهم في الاقتصاد البلاد، إذا تلقى له واحد الحل يعني غيساهم في الاقتصاد البلاد. ماشي الشكل لأنه ماشي سهل، لأنه غيتبع قانونيا وخيرجع دوك الفلوس خاصو يدي غرامة، خاصو يعرف شنو كيدير. ولا عطى الشك مثلا في دور بدون رصيد ديال شي بنكار ديك بنك أخرى غديكلاري به، غيولي ممنوع منو ما يبقاش يشد الشكات. حيت لا يعقل اننا نعطيو شيك بدون رصيد، لان اللي عطيتيه الشك ديالك باش يسحبو وما كيلقاش رصيد راه كيكون عنده حتى هو عراقيل في الخدمه ديالو، في شحال من حاجه كيوقعوا له مشاكل.
إذا كانت هذه بعض الآراء. أعود إليك دكتور نور الدين، يعني كان ثمة إجماع على أنه المشكلة حلها بسيط، ربما ألا يمنح المستثمر أو المواطن هذا العدد من الشيكات. برأيك أيضا ما دور البنوك في تنمية هذه الظاهرة وتغذيتها، بما أنهم ربما ما عم بيعملوا دراسات كافية حول من يستطيع سداد هذه الشيكات قبل إعطائه؟ البنوك ليست جمعيات خيرية، يعني لا هي في الأخير تتصرف وتستثمر أموال مودعة عندها، ويجب أن تقدم مربيح لمن أودع عندها أرصدة أو مولته فأعاد التمويل بشكل قانوني. يعني نحن لا نتحدث عن جمعيات خيرية تتصدق بالمال أو تتساهل فيما بين يديها من أموال المودعين. وجب أن تطور عملها، نعم، وأن تتساهل في حدود معقولة، ولكن وجب أيضا أن تعرف حرفائها الذين يودعون عندها الأموال أو الذين يحصلون على دفتر صكوك، لأنها في العادة وما على الأقل ما أراه في البنوك التونسية هو أنهم تتكون من موظفين يجلسون خلف مكاتبهم ويتعاملون مع أشخاص ليسوا أكثر عندهم من أرقام. يعني هناك فعلا من يضطر تحت ضغط مشروع اقتصادي صغير أو مؤسسة أن يصدر صكوك ثم لا تقع التغطية في الوقت المناسب، فالبنك يسارع وبشكل بيروقراطي إلى تنفيذ القانون عليه ولا يعطيه هذا الهامش من المناورة مع دائنيه خارج البنك حتى يستطيع أن يسوي وضعيته. يعني شيء من المرونة في التعامل وشيء من الفرز بين حرفاء قد يكونون فعلا على حسن نية ولديهم رغبة في الاستثمار، وبين مستهلكين، دعيني أسميهم مستهلكين جشعين أغبياء ليس لديهم هم إلا إصدار الأموال وتوريط البنك وتوريط أنفسهم في النهاية. في الأخير البنك يعود إلى قوانينه الخاصة وإلى القوانين الجارية والمعمول بها في بلد من البلدان ويراعيها، لأنه ليس من حقه أن يتساهل في أموال المودع لديه. نعم أستاذ مازن، يعني ربما قد يتساءل المشاهد وأنا أتساءل شخصيا أنه مسألة الشيكات يعني باتت نادرة في الدول المتحضرة، يعني دقة قديمة مثل ما بنقال بالعامية، موضة قديمة جدا، لماذا ما تزال موجودة وبكثرة في المنطقة العربية؟ لأنه للأسف الحقيقة في كثير من المواطنين في الوطن العربي يستخدمون الشيكات كأداة دين أو استدانة وليست كنقد. هو المفترض أن الشيك يكون أدوات من أدوات النقد، يتم يعني الشيكات مؤجلة، وبالتالي من المفترض يتم تحصيلها بشكل مباشر ومن غير أي انتظار حان يأتي وقت السداد. وبالتالي سوء استخدام هذه الشيكات في الوطن العربي ساهم في ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة بشكل كبير أيضا. لكن أيضا في نفس الوقت احنا يجب التركيز على تغيير النمط الاستهلاكي، وهو تأكيد على كلام الدكتور قبل قليل بأنه الكثير من الأفراد الحقيقة يقومون بالاقتراض من أجل كماليات ليست من الأولويات. أنا برأيي أعتذر على المقاطعة. أستاذ مازن أرشيد، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في الشركة المتحدة للاستثمارات المالية، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. وأيضا أشكر دكتور نور الدين العلوي، كنت معنا من تونس، أستاذ علم الاجتماع. فاصل قصير مشاهدينا تتابعون بعده. ثلاجة الموت، وسم يسلط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال فصل الشتاء. نافذة جديدة من تونس وفعاليات أيام قرطاج لمسرح العرائس. مجلة الثقافة الجديدة المغربية تصدر أعدادها الكاملة بعد مرور 35 عاما على إغلاقها. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا، والآن إلى شباك هاشتاغ والذي نرصد فيه أهم شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين مع مراسلنا باسل خلف ينضم إلينا من غزة. مساء الخير باسل وأهلا بك. إذا نبدأ مع الهاشتاغ الأول ثلاجة الموت، وهو طبعا عن معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال خاصة في فصل الشتاء. مساء النور ديما. بالفعل يعني حديث اليوم هو عن ثلاجة الموت، وهي إشارة إلى السجن، سجون الاحتلال الإسرائيلي التي يقبع فيها أكثر من 5000 أسير فلسطيني في ظروف غاية في الصعوبة، تحدث عنها أهالي الأسرى أولا والأسرى أنفسهم قبل ذلك، ثم المؤسسات المعنية فلسطينيا بهذا الشأن. وحتى الفصائل الفلسطينية كان لها صباح هذا اليوم وقفات أو وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة إلى انتشار هذا الهاشتاغ تحت عنوان ثلاجة الموت، والذي يرصد أوجه مختلفة من معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. هناك 310 من الأسرى تقريبا من قطاع غزة في سجون الاحتلال، والبقية من الضفة الغربية والقدس المحتلة والأراضي المحتلة عام 48، وهذا يعني أن شريحة عريضة من الفلسطينيين يعانون بشكل أو بآخر من ثلاجة الموت هذه، التي تشير إلى مرة أخرى السجن الإسرائيلي خاصة في فصل الشتاء. هنا تغريدة لبراء الحويط تقول فيها: شتاء يؤلمهم وبرد يحاصرهم وأمراض توجعهم دون وقاية أو علاج، وجهود متواضعة لنصرتهم وصمت دولي فاضح لحمايتهم أو للتضامن معهم والوقوف بجانب حقوقهم الإنسانية، والأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال يدفعون الثمن. وهنا تضع صورة للأسير المحرر ياسر عبيدي. اليوم كان هناك وقفة أمام مقر اللجنة الدولية بغزة للتضامن مع الأسرى، تحديدا الأسير أحمد زهران، وهو مضرب عن الطعام منذ أكثر من 90 يوم، وحالته الصحية تزداد خطورة وتدهورا أيضا، والفصائل الفلسطينية تحمل الاحتلال المسؤولية، وبالتالي هناك حالة غضب حتى شعبية من حالة الصمت، ودعوات كانت اليوم لهبة شعبية واسعة وكذلك رسمية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين. رغد تقول: فصل الشتاء من السنة بمثابة لعنة تحل على الأسرى، فالمحققون يستغلون برد الشتاء كأسلوب التعذيب والأغطية غير متوفرة. ومرارا قلنا بأنه الاحتلال لا يسمح بدخول الملابس الثقيلة، ويعاني أهالي الأسرى مرارا صعوبات جمة أيضا لنقل ملابس أبنائهم للسجون. أحمد جروان يقول في تغريدة أخرى: سلطات الاحتلال تحول سجونها إلى ساحات للقمع والاعتداءات والقتل البطيء. ويقول أخيرا: الحرية لأسرانا تحت هاشتاغ ثلاجة الموت. داود أبو ظلفة وهو صحفي فلسطيني يكتب: يضطر الأسرى للخروج 3 مرات يوميا للعدد يعدونهم داخل الأسر، وهذا الإجراء يحتاج ل20 دقيقة لثلاث مرات يوميا، يعني أكثر من ساعة ونصف تقريبا، فمن تحت الأغطية والدفء يخرجون إلى البرد والمطر حتى يعدونهم، وهذه إجراءات يفهمها الأسرى بأنها إجراءات قمعية وخارج عن إطار المعقول فيما يتعلق بالتعامل مع الأسرى. كريمة أبو حسنين تقول: البرودة الشديدة في سجن النقب وهو سجن صحراوي تصل لدرجة تجمد أطراف المعتقلين من شدة البرد، مع عدم وجود وسائل التدفئة، إضافة إلى عدم توفر المياه الساخنة بشكل دائم. وترفق تغريدتها بصورة لخمسة من أسرى استشهدوا في سجون الاحتلال خلال العام 2019، كان آخرهم الشهيد سامي أبو دياك. هذه التغريدات كانت لهذا اليوم، بالإضافة إلى تغريدة محمد قريقع التي قال فيها بأنه بين 4 جدران باردة وباب حديدي، وهو يقصد السجن هنا، بين 4 جدران باردة وباب حديدي يمكث 7000 أسير فلسطيني، كل واحد منهم على سريره في غرفة أشبه ما تكون بالثلاجة. وهذا هو الذي دفع الفلسطينيين للقول بأنه تحت هاشتاغ ثلاجة الموت. نعم باسل، وننتقل إلى الهاشتاغ الثاني حول انضمام فلسطين إلى اتفاقية سيداو، وطبعا بالتأكيد ردود فعل مرتاحة يعني بسبب القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
ليس كذلك بالضبط ديما، نحن نتحدث عن التباين في وجهة النظر. حالة الارتياح عبرت عنها شريحة من الفلسطينيين، خاصة المؤسسات النسوية الحقوقية، لكن هناك شريحة أخرى كانت وقفت وتقف حتى اليوم بالمرصاد أمام هذا القرار لأسباب مختلفة أوردتها هذه الجهات. مثلا هناك بعض الجهات، وطبعا نحن نتحدث عن هذا الانضمام لفلسطين منذ عام 2014، لكن التطبيق فهم بأنه بعد صدور المرسوم الرئاسي بتحديد سن الزواج إلى ما هو أكثر من 18 عام قبل أيام أو قبل أسابيع من الرئاسة الفلسطينية، فهم على أنه بدء حقيقي لتطبيق اتفاقية سيداو أو انضمام فلسطين إلى هذه الاتفاقية. الوجهة الأكثر قولا بأنه هي ترفض هذا الموضوع تقرنه بالقيم والعادات وكذلك الشرائع الدينية التي لا تسمح بتطبيق هذا القانون في الأراضي الفلسطينية. لكن هناك بعض البنود التي يتم التي أثارت حقيقة ردود الفعل فيما يتعلق بالزنا ومثلي الجنس وزواج المسلمة من غير المسلم، وهذه أدت إلى قول المحكمة الدستورية الفلسطينية بأنه أي تعارض للاتفاقية اتفاقية سيداو مع الهوية الوطنية غير ملزم بالتطبيق. لكن مثلا أيضا نقابة المحامين الفلسطينيين قالت إنها ترفض تطبيق الاتفاقية ونشر اتفاقية سيداو بشكلها الحالي دون تحفظ، أو يعني كانت تطلب بوجود تحفظات إن وافقت السلطة الفلسطينية. هناك منظمات فلسطينية قالت بأنه فتح حوار مجتمعي هو الحل ل يعني محاولة جمع الآراء حول هذه الاتفاقية التي يوجد فيها 54 دولة من دول العالم، من دول منظمة التعاون الإسلامي من بين هذه الدول أيضا، لكنها تتفق على أن تكون هذه الاتفاقية ملزمة لحقوق المرأة في تلك البلدان. عموما هبة قالت في تغريدة لها: في وقت تتقدم فيه الدول العربية من خلال تعديلات قانونية لضمان وصول النساء لكافة حقوقهن، نجد أنفسنا نراوح مكاننا لا بل ونتراجع من خلال هجمات تحريضية على اتفاقية سيداو وتطبيقها في فلسطين. الهجمة ليست على سيداو فقط ولكن على كل العمل النسوي. وكتبت أيضا: لا تراجع أمام الذكورية. محمود العرب أو محمد العربيد يقول: سيداو تهدد الأسرة الفلسطينية. وجهة نظر أخرى كما تلاحظي، سيداو تهدد الأسرة الفلسطينية المتمسكة بالدين والأعراف، وهذه الاتفاقية ضد المجتمع الإنساني وتقود لمجتمع حيواني يخالف الفطرة. سيداو تلغي الولي وتعطي الفتاة حق الزواج من الكافر، ولا تتيح لها الزواج قبل بلوغ سن 18، في حين تتيح لها أن تصادق رجلا مثلا قبل بلوغ هذا السن. هذه وجهة نظر أخرى. وكان هناك بالأمس اجتماعات حتى عائلية في الضفة الغربية وتحديدا في مدينة الخليل أصدرت بيان ترفض فيه بشكل واضح هذه الاتفاقية وتطبيقها، وتهدد حتى بصيغة مختلفة بأنه بملاحقة من يطبق هذه الاتفاقية على أرض الواقع. نضال أخيرا يقول، طبعا هناك محمد كتب لا لسيداو، نضال يقول: سيداو من زاوية أخرى تشي بغياب نظام المؤسسات والتفرد في الحكم والاستهتار بالمجتمع وقيمه. المطلوب فلسطينيا في هذه بين وجهتي النظر هو ألا تكون مرجعية التعامل تحديدا مع قضايا حقوق المرأة هي مرجعية لتقليد اتفاقيات أو يعني الرضوخ لضغوط خارجية، بل لأن تكون قرارات متزنة من وجهة نظر الفلسطينيين، على الأقل تجمع ما بين الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة ومن بين العادات والتقاليد والشريعة الإسلامية التي تطبق ويعود إليها وتعود إليها القوانين الفلسطينية كمصدر للتشريع. نعم باسل، شكرا جزيلا لك. يعني ربما هذه الاتفاقيات التي تناهض العنف ضد المرأة، يعني من الخطأ ربما اعتقاد أنها تهدد العادات والتقاليد والشريعة الإسلامية. إذن باسل خلف كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا لك. أما الآن مشاهدينا وشباك الفنون، ونافذة جديدة من تونس للوقوف عند آخر فعاليات أيام قرطاج لفن العرائس مع مراسلنا وسام الدعاسي. مساء الخير وسام وأهلا بك. إذن ما الجديد في هذا المهرجان الشاب الواعد؟
نعم ديما، مرحبا بك وبكافة مشاهدي التلفزيون العربي في هذه النافذة المباشرة من مدينة الثقافة هنا وسط العاصمة تونس التي تحتضن فعاليات أيام قرطاج لفن العرائس. هذا المهرجان الفتي من المنتظر أن يسدل ستاره غدا الثلاثاء بعد أن شهد إقبالا في الحقيقة محترما يعود إلى عدة أسباب، من بينها يعني تزامن هذا المهرجان مع العطلة المدرسية، باعتبار أن مثل هذه التظاهرات يعني تستقطب أعدادا كبيرة من الأطفال، وفرصة أو هي مناسبة للأولياء كذلك لاصطحاب أبنائهم. كما أن هذه المهرجان شهد يعني برمجة ثرية ومتنوعة وحاول الانفتاح على تجارب مسرحية في فن العرائس من الخارج، من إسبانيا، من تركيا، من كندا كذلك، ويحاول ربما وضع موطا قدم له بين التظاهرات والفعاليات الثقافية هنا في تونس. نشاهد مقاطع من فعاليات هذا المهرجان ثم نستضيف بعد ذلك الممثلة للحديث، هي مديرة برمجة في أيام قرطاج لفن العرائس، الممثلة المعروفة هنا في تونس شاكرة الرماح، للحديث عن فعاليات هذا المهرجان والأجواء العامة لهذه التظاهرة. للمزيد حول فعاليات مهرجان أيام قرطاج لفن العرائس نستضيف في هذه النافذة المباشرة الممثلة المعروفة في الحقيقة ومديرة برمجة أيام قرطاج لفن العرائس شاكرة الرماح، حول لتطلعنا ربما عن يعني الأجواء العامة لهذا المهرجان والذي يشرف على نهايته غدا. كيف كانت أجواء المهرجان وما هي العروض التي تمت برمجتها بشكل عام سواء من خارج ومن تونس، وما الأهداف من وراء ذلك؟ مرحبا بكم في مدينة الثقافة. أيام قرطاج لفن العرائس الدورة الثانية انطلقت من 17 ل 24 ديسمبر، تشرف على الانتهاء إن شاء الله غدا، باش يكون عندنا الاختتام. الحقيقة كانت دورة الحقيقة مش على خاطر أنا في البرمجة، لكن كانت دورة متميزة جدا ببرمجة ثرية ومتنوعة فيها، يعني كان حاضر معنا 17 دولة بتونس، يعني 18 دولة، يعني 17 دولة مشاركة ب 32 عرض. كانت عروض فريمون مهمة ياسر، عروض للأطفال وعروض للكبار وعروض للعائلة، على خاطر مسرح الطفل بصفة عامة أنه أنا فكرة عليه أنه مسرح للأطفال، مسرح للترفيه فقط، لكن حابين أن نوضحوا أنه راهو مسرح الطفل هو يعني مسرح العرائس، يعني مسرح العرائس يعني هو أشبل بذلك بكثير وعنده مكانته في العالم، وهذاك عليه حابين يعني قمنا باستدعاء فرق مهمة ومهمة جدا جدا، يعني من بلجيكا، من فرنسا، من إيطاليا، من إسبانيا، من المجر، من مصر، من الإمارات، من الجزائر، من روسيا، يعني هذه فرق مهمة جدا وتجارب مختلفة جدا
وطرق يعني عروض مختلفة في فن العرائس للكبار وللصغار. البرمجة كانت الحقيقة متنوعة وكانت مختلفة في أماكن مختلفة في المدينة، يعني كانت عنا عروض في الهواء الطلق في محطات مختلفة في أماكن مختلفة في المدينة، ثم كانت عنا عروض في القاعات. وحسب رأيي يعني الحاجة المضيئة في هذا المهرجان الورشات، يعني كانت عنا ورشات مهمة جدا جدا جدا، عملنا 7 ورشات أمنوها الفنانين يعني اللي استضفناهم، يعني قاموا بالعروض نتاعهم وأمنونا ورشات. على ذكر الورشات، هذه الورشات لتدريب يعني المسرحيين في فن العرائس، لاحظنا تنوع واختلاف بين مسرح العرائس هنا في تونس وفي الخارج، هل يعود ذلك إلى ربما عدم استيعاب العرائسيين بين ظفرين التونسيين للتطورات في هذا المجال وتراجع هذا الفن أو هذا فن العرائس في السنوات الأخيرة هنا في تونس؟ هو يعني فن العرائس في تونس والعرائسيين بصفة عامة بالنسبة للعالم العربي تتسمى تونس عندها الريادة، يعني نسميه عنا مسرح عرائسي متطور بالنسبة للدول العربية، يعني عنا مركز وطني لفن العرائس اللي هو يشع على يعني مدن كامل مدن الجمهورية بالنشاطات نتاعو بالانتاجات نتاعو وبالتوزيع، يعني يوزع العروض نتاعو ونمشيو الاماكن الكل وحتى زاد في العالم، يعني كانت عنده يعني شاركنا كانت عندنا العديد من المشاركات في العالم في مهرجانات عالميه وخذينا حتى جوائز، مثلا في مهرجان كبير في تايلاند المسرح العرائسي مسرح الطفل. لكن ديما نقول حاجه جديده واللي مش موجوده برشا، انه مسرح العرائس ماهوش كان للاطفال فقط، فهو زاد للكبار. وفما لكن شاكرة إضافة إلى التسلية والترفيه وهو دور مسرح العرائس، هناك دور تثقيفي، دور تربوي، يمكن تلقين يعني الأطفال بعض يعني الأخلاق النبيلة وبعض هذا ربما هذا التراث، تراث فن العرائس تراجع في السنوات الأخيرة. هل تساهم مثل هذه التظاهرات وهذا المهرجان الجديد لفن العرائس في إعادة بريق ومجد هذا التراث الشعبي؟ أكيد مثل هذه التظاهرات مهرجانات تعيد الاعتبار، نقولوا خلينا نقولوا تعيد الاعتبار لفن العرائس والدور التثقيفي متاعه والدور التوعوي سواء للصغار أو للكبار، على خاطر مسرح بالحق قائم الذات وفيه أفكار وفيه رسائل وفيه عمق كبير 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 برشا. هذاك عليه احنا حابين زاد ننفتحوا على العالم، ننفتحوا على التجارب الاخرى، يعني العالم العربي نمشيوا للعالم العربي ونستدعاه، اكيد يعني فما بلدان عربيه مشاركه، لكن في العالم يعني في القارات الخمس خلينا نقولوا فما عباد يعني تعمل في خدمه كبيره برشا سواء في مسرح العرائس للطفل او للكبار. فنرجع للورشات، الورشات يعني بالنسبه لنا حاولنا نشاركوا الجهات في الورشات، يعني استدعينا يعني بعثنا لكافة مراكز الفنون الدرامية داخل الجمهورية ودور الثقافة باش يبعثونا المنشطين نتاعهم باش نكونوهم وفي نفس الوقت يواكبوا المهرجان وتكون ليهم تجربة وياخذوا خبرة ويشوفوا الناس فاش تعمل، يعني التجارب الأخرى اللي بعيدة علينا واللي ما يتسنى لهمش أنهم باش يوصلوها ويشوفوها ويستفادوا منها. كانت عنا زادة ندوة مهمة ياسر على فن العرائس ونفكروا في فن العرائس والمستقبل نتاعو. كانت عنا يعني مجموعة من العروض أفلام العرائسية اللي كانت قيمة جدا جدا جدا، وكان عنا تكريم لمجموعة من العرائسيين التوانسة اللي يعني خدموا في المجال هذا وأكيد الجمهور ما يعرفهمش، ومهم أنه في مهرجان كمان هذا أنه يعني يكرمهم ويحطهم يعني يعرفهم يخرجهم للجمهور. نعم أكيد أن هناك بعض يعني المكتسبات في هذا المهرجان، أكيد هناك بعض النقائص سيتم تلافيها في الدورات يعني السابقة. عموما مدينة الثقافة تحولت إلى قبلة إلى للأطفال والأولياء كذلك للاستمتاع ربما بهذه العروض المسرحية في فن العرائس، وهذا مهرجان جديد يحاول أن يضع موطئ قدم له بين التظاهرات والفنية والثقافية هنا في تونس. ديما نعم جزيل الشكر لك وسام الدعاسي ولضيفتك، إذا كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك.
مجسم مصغر لشجرة مصنوعة بشكل كامل من الأسلاك يمكن أن يستغرق من فنان أردني ما بين 2 و10 أيام. الفنان أحمد الجندي يقضي معظم وقته في ثني أسلاك صغيرة بلا توقف لإبداع أعمال فنية فريدة بشغف نما معه على مر السنوات. تحدي كبير تماما، وخصوصا في بداية الشغل، يعني من وقت ما بلشت أشتغل أنا كان عندي تحدي، كنت أتساءل بيني وبين نفسي قبل ما أطلع بشغلي إنه كيف الناس راح تتقبل الموضوع، هاي الأشياء مش مستهلكة بالبيوتنا بمكاتبنا بالأشياء اللي بنعرض فيها قطعنا. فالحمد لله يعني كانت النظرة إيجابية جدا من خلال الناس. الشجرة بالنسبة لي ترمز لأشياء كثير، منها القوة ومنها الصبر، والأهم إنها مرات كثير ترمز للوطن، يعني بما إنه إحنا العرب يعني بنقدس وبنهتم بشجر الزيتون، يعني في ناس كثير بياخذوها على أساس شجر زيتون أو بسويها من شجر زيتون، وهي يعني متماسكة قوية وفيها حياة. أتوقع بالأردن يمكن أول مرة بشوفه أنا بمكان بمشي فيه يعني. فاصل قصير مشاهدينا تتابعونا بعده. مجلة الثقافة الجديدة المغربية تصدر أعدادها الكاملة بعد مرور 35 عاما على إغلاقها، وتفاصيل في شباك الثقافة. شاطئ التحرير في بغداد متنفس لشباب الحراك على نهر دجلة، المزيد في شباك الخير. مسرحية غنائية للأطفال في محاولة لجذبهم وخاصة الأطفال الصم والبكم في روسيا إلى الفن، التفاصيل في شباك الدنيا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. انطلقت بمدينة الدار البيضاء المغربية فعاليات معرض الزليج الأندلسي بعرض زليج عريق يفوق عمره 5 قرون ويحمل بصمة عربية إسلامية أندلسية. هذا المعرض الذي سيتواصل على مدى شهر كامل يأتي بهدف التعريف بالخصوصيات الفنية والجمالية للمعمار الأندلسي. زليج عريق أبدعته أنامل عربية أندلسية منذ قرون خلت. يعرض هنا في المركز الثقافي الإسباني بالدار البيضاء لإطلاع ناشئتها على براعة الصانع العربي أيام الحكم الإسلامي في الفردوس المفقود. هذا المعرض يمنح الجمهور هنا فرصة الاطلاع على خصائص الزليج الأندلسي المعروف منذ القدم بالمغرب. أقمنا معرضا بمدينة الرباط ونحن اليوم بالدار البيضاء. يعد الزليج من أكثر الأشكال الفنية تعبيرا عن أصالة المعمار الأندلسي المغربي، وظهرت صناعته مع قدوم المغاربة من الأندلس، وازدهرت على يد هذه الأنامل المحلية التي تحرص على نقله عبر الأجيال. مراد
صانع تقليدي من أصول أندلسية، يحرص هنا على دق هذه المربعات الطينية وتثبيتها كما كان يفعل أجداده. يراوده أملنا اليوم في أن تعيش هذه الصناعة اليدوية عمرا أطول. خويا هذا الزليج مغربي الأندلسي العربي تعلمناه خويا على من جودنا ووالدينا، وبغيناه ما ينقعدش يبقى غادي زيد القدام باش وكنعلموا دراري صغار باش هذا الزليج يبقى ديما غادي كيزدهر. أما سفيان فقد ورث بدوره حرفة الزليج الأندلسي أبا عن جد، ينهمك كل يوم في ترتيب هذه القطع الصغيرة ليبدع بها فسيفساء ما زالت تبهر عشاق المعمار الأندلسي. خويا هذا الفن ديال الزليج اللي بديت تعلمته وأنا صغير، وكنت كان عزيز عليا، وحتى هو ما كيتملش، فن اللي ما يمكنش شي واحد ما يعجبوش، فن زوين وتعلمته وانا صغير والحمد لله عطيت فيه شي حاجه ومازال كنتعلم فيه، وكنتمنى نعلم الوليدات اخرين وليدات صغار، والحمد لله هذا التراث ديال بلادنا ما يمكنش نفرطوا فيه. طرق النقش والرسم تبقى هنا من اسرار جمال الزليج الاندلسي. هذا البيت العتيق وسط مدينه تطوان، وبالرغم من مرور 5 قرون على تشييده ما زال يحتفظ بجودة فسيفسائه وجماله. زليج لم تنل المنتوجات العصرية من الإقبال الكبير عليه. كريم القرقور، العربي، الدار البيضاء. مجلة الثقافة الجديدة، مجلة مغربية فكرية، صدر عددها الأول عام 1974 بهدف تمثيل المواقف الاجتماعية والسياسية القائمة على التحرر. وكان الاجتياح الصهيوني للبنان عام 1982 من أبرز الأحداث التي توقفت عندها المجلة داعمة الحق الفلسطيني. أغلقت السلطات المغربية المجلة عام 1984 بعد موقفها مما يعرف بانتفاضة الخبز في المغرب، إلا أن المجلة أصدرت حديثا كتابا يضم جميع أعدادها بعد 35 عاما من الإغلاق. وينضم إلينا من الرباط الدكتور عبد الجليل ناظم، عضو هيئة دار تقال للنشر ورئيس جمعية أصدقاء الثقافة الجديدة. مساء الخير دكتور وأهلا بك. إذن اليوم بعد 35 عام على إغلاق هذه المجلة تصدر ككتاب يحمل كل الأعداد التي نشرت خلال الأعوام طبعا التي كانت مسموحة خلالها، لماذا الآن تحديدا؟ شكرا على استضافتكم. أعطيتم صورة للمجلة في تاريخيتها، فهي صدرت من طرف مثقفين شباب آنئذ في السبعينيات من القرن الماضي، وتوقفت في الثمانينيات إثر أحداث المطالبة بالحرية من طرف الشباب في كل مدن المغرب. نعم. وتوقفت قسريا من طرف وزارة الداخلية كما قلتم. الآن وبعد هذه المسافة الزمنية وبعد تسارع الأحداث والتطورات التي نعيشها اليوم، نحن في حاجة إلى استحضار هذه الذاكرة، هذه المجلة التي لعبت دورا مهما من ناحية الثقافية. جمعية أصدقاء الثقافة الجديدة أصدرت هذه المجلة اليوم في كل أعدادها، والجدير في الذكر أنها ضمت العدد 31، وهذا العدد كان محضرا ليصدر في المغرب. نعم. وكان محوره وحول الثقافة المغربية الحديثة، وبما أن السلطات كانت آنئذ قد منعت المجلة، فإن مجلة الكرمل وباستضافة العدد 31
وكان محمود درويش المرحوم الشاعر الكبير قد أصدرها في الكرمل في العدد 12 و13. نعم دكتور عبد الجليل، يعني إصدارها الآن طبعا يحمل معان كثيرة كما ذكرت حضرتك، إلا أنه في الوقت نفسه إصدارها وكأنه هي شاهد على زمن القمع وكبت الحريات. هل حصلتم على موافقة لإصدار هذا الكتاب؟ لم نحتاج اليوم لإصدار لطلب هذه الموافقة. الأحوال تغيرت اليوم، والعهد الجديد الذي نعيشه في المغرب فيه فضاء من حرية الرأي، وهناك جبر للضرر بالنسبة للمعتقلين في ما يسمى في عهد الرصاص، وبطبيعة الحال امتد هذا الأمر إلى المجلة التي منعت في سياق الأحداث كما ذكرتم سابقا. والدليل على تحول الأوضاع نسبيا هو أن منظمة حقوق الإنسان دعمت صدور هذه المجلة الآن، وإلى جانب منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان هناك حاجة كانت ماسة من أصدقاء متعددي المشارب التي كانت تعبر لنا عن الحاجة إلى أن تكون المجلة حاضرة الآن لتستحضر الماضي وتضيء كما نتمنى. لكن دكتور عبد الجليل طبعا نقاسمك الأمل والفرحة ونأمل فعلا أن يكون ملف حقوق الإنسان والحريات في المغرب قد تحسن بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، نتمنى ذلك بالفعل. لكن كما تقول هذه المجلة مهمة للغاية، أنتم اليوم تصدرون أعدادا يعني أصدرت قبل الآن ونشرت، أصحاب الفكرة ألم يفكروا بإعادة إصدارها ربما اليوم بعد إطلاق هذا الكتاب الذي يتضمن الأعداد السابقة، أم أنهم هل حاولوا في السابق أيضا في السنوات الماضية إعادة إصدارها؟ تقصدين إمكانية استمرار أعداد جديدة؟ نعم بالضبط. نعم نحن الآن يعني أظن حققنا حلما، وهذا الحلم هو أن تحضر المجلة أمام الرأي العام للباحثين وللشباب، وهذا شيء مهم لأن النقلة الفكرية التي حققتها الثقافة الجديدة كانت نوعية في وقتها، لأنها دافعت عن الإبداع ودافعت عن الانفتاح وعن المعرفة الحقيقية بين مزدوجتين، وهذه القيم نحن في حاجة إليها، واستحضارها اليوم ليس فقط للماضي كما قلت، وأيضا للمستقبل وللشباب خاصة الذين أسهموا في إصدار هذا المجموعة التي تبلغ 8 مجلدات. نعم، وأيضا ربما تعيد الأمل أو تعيد يعني بعض الأمل لفكرة المطبوعات الورقية، المجلات الورقية بعد أن أغلقت معظم المجلات. نعم. كبريات المجلات وكبريات الصحف العربية، صحيح؟ نعم صحيح، ما قلتم صحيح، إن المجلات الورقية علينا أن نستحضرها، وفي الوقت نفسه أن نواكب تطورات التقنية لتصدر في حلة رقمية، ونحن بصدد تحقيق هذا الحلم في الشهور القادمة. نعم، هل من مشاريع أخرى على على مطبوعات جديدة الإصدار؟ نعم، هناك كثير من المشاريع. إن كان سؤالكم يتعلق بدار الطبقان، نعم لا أدري إذا كان في هذا السياق، هناك
عناوين جديدة في شتى الحقول الأدبية والفكرية والإبداعية ستصدر عما قريب. وتعلمون في المغرب أن المعرض الدولي للكتاب هو الذي يسجل الدخول الثقافي، حيث يحرص الجميع على استحضار العناوين الجديدة. أما بخصوص الثقافة الجديدة فإننا قد احتفلنا بصدورها منذ أيام، حضر هذا الاحتفال العديد من المثقفين خاصة من جيل السبعينيات، قراء ومبدعين ومفكرين حضروا احتفلوا وابتهجوا بحضور المجلة، مجلة الثقافة الجديدة، بذاكرتها وبقوتها وبإشعاعها. وفي الوقت نفسه نفكر أيضا أن نعاود هذا الاحتفال لنعرف الشباب، لأن تعلمون أننا في العالم العربي والمغرب جزء من العالم العربي، أن الذاكرة الثقافية يعني تنسى بسهولة خصوصا من ناحية الفكرية. فنحن في هذه الفترة نفكر في التواصل مع الجمهور وخاصة الشباب. وقناتكم أشكرها لأنها تعطيني فرصة في هذا الاتجاه. نعم، نبارك لكم هذا المشروع. إذن دكتور عبد الجليل ناظم، عضو هيئة دار تبقال للنشر ورئيس جمعية أصدقاء الثقافة الجديدة، وبانتظار المنشورات الجديدة أيضا. شكرا جزيلا لك. تمكنت غدير الرضيعة السورية ذات 3 أسابيع من التمسك بالحياة مرة أخرى وتخطي إصاباتها التي تعرضت لها جراء غارات جوية شنتها القوات الروسية على محافظة إدلب. وفقدت غدير 2 من أفراد عائلتها في القصف، أما أختها رهف ذات 5 سنوات فيستمر علاجها بالمستشفى لخطورة حالتها. ويواصل النظام السوري وروسيا التي تدعمه قصفهما على إدلب مستهدفين التجمعات السكانية للمدنيين. طبعا فقط للتنويه، الصور صادمة. الصبي اللي ساعدها مو عارفان كنيتهم، كاتب على اسم جدها يعني. كنا باركين عم نتعشى ومشغلين الصوبيا وعين الله علينا ولا في شيء، ما حسينا إلا صار يطبوا صواريخ الراجمة، وإحنا باركين شي بيطير الباب شي بيطير الشباك، باركين ولا كأنه في شيء. قامت طلعت الطيارة ضربت حدنا، رجعت نفذت فوقنا. أنا بنتي هاي بحضني عمرها 15 يوم، عندي بنت كمان عمرها 5 سنين. أمي استشهدت وأخي عمره 15 سنة كمان استشهد، وعندي 4 خوات 4 بنات، هدول إصابتهم خطيرة شوي. عندي بنتي بالعنايات المشددة. وشنو هالظلم هذا؟ شو هالكفر هذا؟ أشو سوينا يعني؟ قاعدين ببيوتنا ولا عم يعني ما سوينا شيء، ليش كل هالشيء هذا؟
ما في حدا شايفنا، ما في حدا، ما ضل عنكم الرحمة يعني؟ ما بتخافوا الله؟ أنا أمي وين هلأ؟ كيف بدي روح طالعة من القبر؟ ولا أخي؟ لك هاي شو زنبة، هاي الطفلة شو زنبة؟ أنتم ما بتخافوا الله؟ وين هاي الدول؟ وين الإسلام؟ لك ما في حدا عم يسمعنا؟ ما بتخافوا الله أنتو؟ أجينا بده حدا ينقذنا، ما في حدا، ما في حدا ينقذنا، شارونا زبطونا فوق بعض بالسيارة، طلعوا فينا البرد، قتلنا قتل، جابونا على المشفيات، أمي ما لحقناها راحت من إيدينا، وأخوي قلبه قدامه، إجا أبي ما عاد يحس بمصيبته، ساع جن، أشوفكم ما ترحمونا ما بتحسوا فينا، باليوم عم يضربوا معه في كم غارة، يوميا المشافي ما عم تهدي، يوميا الأطفال، النسوان عم تترمل، الأم عم تفقد ولادها، ليش كل هالشي هاد؟ كفر هاد؟ انتو اللي عم بتشوفونا ما فيكن تساعدونا وبتحلوا هالوضع هاد؟ حرام عليكن، خلي عندكن رحمة شوي بقلوبكن. في منذ عدة أيام وفي تاريخ 4/12 مساء تم استهداف بلدة تسمى جزرايا قريبة من مدينة إدلب، وقد كان في إصابات عديدة منها من النساء والأطفال. والقصة المأساوية التي عرضنا لها وأتتنا إلى المستشفى هي قصة عائلة أبو خليل والطفل اللي كان عمره 20 يوم وطفل عمرها 5 سنوات، تعرضوا لإصابة حربية وتهدم البيت فوقهم، مما أدى إلى إصابة لدى العائلة، توفى فيها شخصان رجل وامرأة، وأصيبت عدة أشخاص حوالي 5 منهم الطفلتين الصغيرتين، الطفلة الأولى واللي عمرها 20 يوم إصابة في الرأس وإصابة تحت العين اليسرى مع حدوث نزف دماغي خفيف، والحمد لله الطفل تم تماسلها للشفاء. والطفل الثاني والتي لا تزال موجودة لدينا في العناية المشددة عمرها 5 سنوات، تم إجراء تداخل جراحي على الرأس حيث كان هناك خروج للمادة الدماغية، تم إجراء العمل الجراحي اللازم، وحاليا الطفل نتمنى أن تتماسل للشفاء ويتحسن وضعها. شاطئ التحرير ضفة تمتد لحوالي نصف كيلومتر على نهر دجلة على مقربة من ساحة التحرير في قلب بغداد. تشهد هذه المنطقة منذ أسابيع نشاطات فنية ورياضية وترفيهية ينظمها شباب عراقيون. وحتى عهد ليس ببعيد لم يكن ممكنا التواجد على هذا الشاطئ الذي يقع قبالة المنطقة الخضراء التي كانت تضم القصر الجمهوري وأصبحت اليوم مقرا للحكومة والبرلمان وبعثات دبلوماسية بينها السفارة الأمريكية. اليوم استعاد جيل الشباب الشاطئ ليعبر عن طموحاته المشروعة. حاليا الشاطئ اسمه شاطئ التحرير، تم انشاء من مجموعة شباب فعالة من المجتمع. حاليا هم الهدف الرئيسي من هذا المكان اللي تم انشاءه خلال الفترة اللي راحت. الفكرة من عندنا إنه إحنا نظهر بسلمية كاملة، نحاول نعطي وجه آخر للثورة العراقية. المكان إلى شيء سلمي هو عن طريق إنه سوينا عدة لعبات، سوينا عدة حملات، واللعبات منها كرة الطائرة، كرة القدم، أصلاً شاطئ سوينا يعني قاعدة كلش حلوة، وهاي اللعبات شارك فيها الجنس يعني البنات والولد.
الحرش اللي كنا هواي نعاني منه احنا بالذات البنات، هسه لا تشوف انه كلها بنات ولد عادي ماكو اي شيء، ما يعني ماكو تحرش. الفاصل الأخير مشاهدينا تتابعونا بعده. مسرحية غنائية للأطفال في محاولة لجذب أطفال الصم والبكم في روسيا إلى الفن وأثاقه، التفاصيل في شباك الدنيا. ودانيا أرشيد تحدثنا عن بعض العادات الغذائية السيئة خلال موسم الأعياد في شباك الصحة. أهلا بكم جديد مشاهدينا. انطلقت في مسرح لغة الإشارة في موسكو مسرحية غنائية للأطفال في محاولة لجذب أطفال الصم والبكم في روسيا إلى هذا الفن وتعويضهم الصعوبات التي يواجهونها في حياتهم اليومية. مختلفة لغة هذا المسرح، مسرح لغة الإشارة والإيحاء الأول في العالم والوحيد في روسيا، أنشئ سنة 1963 ليكون جسر الصم والبكم إلى عالم الفن والمكان الذي يحقق للفنانين منهم طموحاتهم. لا تشكل لغة الإشارة عائقا أمام المخرج المسرحي روبرت لتجسيد شتى أنواع المسرحيات الدرامية والكوميدية وحتى الموسيقية رغم وجود بعض الصعوبات. Счеты вести музыкальные. Мы, если человек не слышит, то мы объясняем, либо который улавливает музыку. يترجم هذا الشاب لغة الإشارة للسامعين من جمهور المسرح، وتترجم زميلته إيقاع الموسيقى لمن لا يسمعها بأذنه على الخشبة فيسمعها بعينه وقلبه. مختلفة حياتهم خارج المسرح كما هي مختلفة أعمالهم فيه، وما هو روتيني لدى غالبية الناس قد يكون صعبا أو حتى حلما للبعض منهم. بالإشارة يفهم كل من يدخل هذا المسرح، كأنه عالم منفصل لغته الإيحاء، يصنع أبطاله على خشبته، وما أن يسدل الستار حتى ينطلق كل منهم في طريقه على مسرح الحياة مقبلا على تحدياتها. محمد حسن، العربي، موسكو. والآن موعدنا مع شباك الصحة لهذا الأسبوع ودانيا أرشيد طبعا كالعادة وموضوع جديد. كيفك دانيا؟ كيفك دانيا؟ العام وأنت بخير. ميرسي وأنت بألف خير. نعاد عليكي. لكل مشاهدي
التلفزيون العربي ولكل طاقم العمل. طبعا هو منه موضوع جديد، لكن اخترناه لأنه تزامنا مع هذه الفترة من الأعياد والسهرات وغيرها من الأمور والتي يكثر فيها أو بيفرط فيها الإنسان ربما من تناول السكريات والأغذية الغنية بالسكري اللي ما إلى أي قيمة غذائية أبداً وما في داعي أبداً للإفراط فيها. بس ما رح نكون مثاليين أكيد، يعني هي الفترة تفرض ذاتها مثل ما بيقولوا. وطبعاً المأكولات الغربية والشرقية أو الحلويات الشرقية والغربية اثنيناتهم يعني فيهم كميات من السكر مهولة جداً. سوف نتعرف أكثر في هذا التقرير. في مواسم الأعياد ومع الإجازات السنوية تبدأ عادات غذائية سيئة ترهق الجسد وتربك الدورة الدموية وتغير أوقات النوم. لذلك ينصح الخبراء والأخصائيون بضرورة الاعتدال في تناول الحلويات والأطعمة الدسمة وخصوصا الوجبات الجاهزة. أول شيء بنحب نعيد كل العالم كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر الأعياد، شهر عيد ميلاد ورأس السنة. السكر الأبيض هو من السمين الأبيضين هو والملح، فنحن دائماً بنحب نذكر الأشخاص أنه بعض مصادر السكر بتكون خفية لنا، فكمان ننتبه لها. يعني كمية أصلاً المسموحة لنا هي ملعقة أكل الصغيرة مش الكبيرة. نحن عم نخفض هالنسبة لأنه الدراسات كتير عم بتفرجينا مدى تأثير السكر السلبي على صحة الإنسان، تفادياً لإصابته بأمراض مزمنة وأخص شيء نحن هون مرض السكر الشائع جدا عالميا. فنحن بالتالي ملعقة السكر الصغيرة هي الكمية الحد الأقصى للتناول. وكمان ننتبه على مصادر أخرى للسكر ممكن نكون نحن ما عارفين فيها، وخاصة الحلويات، وثانيا المعلبات، وبالتالي تناول الأكل الطازج هو أصح شيء لنا. أشارت دراسات إلى أن السكر الذي يتم تناوله خلال اليوم الواحد يجب ألا يشكل أكثر من 5% من السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم، ويجب أن يحصل على باقي السعرات الحرارية من مصادر غذائية أخرى. تمر هلا لانه يعتبر انه بيتحول نوعا ما لجلوكوز واللي هو السكر اللي ممكن يسبب لنا اصابه بمرض السكري، ولكن نسبه الالياف اللي بتدوب بالجسم من التمر هي جدا صحيه لتعدل مستوى افراز السكر من بعد تناول التمر. يعني التمر بخلاصه الموضوع صحي وفينا نتناوله كحلوى. بدي ألفت النظر لشغلة إنه بعد السكر الاصطناعي اللي نحن عم نستعمله ممكن بعد الدراسات فرجتنا إنه تناوله بشكل كتير عالي ممكن يعمل يرسل للجسم نوعا من الرسائل العصبية اللي بتخلي الإنسان يطلب زيادة سكريات. إذا بدنا نستبدل السكر الأبيض شو نروح؟ إذا عم نتناوله مع الشاي أو غيره نستعمل السكر الاصطناعي مثل المالتيتول أو أنا ما بفضل مادة الأسبرتام، بفضل مواد تانية مثلا مثل الإكزايلاتول. هيدولي ممكن نقراهم نحن على السكر الاصطناعي على العلبة اللي لها. وإذا أنتوا حابين تعملوا حلوة بالبيت من الأفضل أنكم تتناولوا العسل طبيعي مش الاصطناعي، كل شيء اصطناعي نحن لازم نبعد عنه. وينصح خبراء التغذية خلال موسم الأعياد بضرورة النوم لسبع ساعات على الأقل يوميا، وذلك للمحافظة على الوزن. دانيا شكرا على هذا التقرير. يعني فعلا يقال احذروا الابيضين عن السكر والملح. نعم. فبما يخص السكر شو المشاكل؟ يعني هلا اول شيء الجسم يحتاج السكر لانتاج الطاقه، وبالتالي الخلايا تعمل على الطاقه. في تقريبا 20% او في لا نسبه كبيره من كتله الخلايا العصبيه الموجوده في الدماغ تحتاج للجلوكوز للعمل.
بمعنى آخر أن الدماغ تقريبا يستهلك 20% من الطاقة التي تدخل إلى جسم الإنسان. وقت بنحكي عن السكر ومضاره، يجب أول شيء أن نميز بين نوعين من السكر. السكر الأول هو السكر الجيد الموجود بشكل طبيعي في الفواكه والخضار، مثل سكر الفركتوز، أو الموجود بالحليب مثل اللاكتوز. هذا النوع من السكر يكون موجود مع عناصر غذائية أخرى، مثل يا البروتينات يا الأملاح يا المعادن يا الفيتامينات وغيرها من الأمور، وهي الجسم بحاجة إلى كل يوم باعتدال، بس هي بتفوت للجسم بشكل طبيعي مثل ما حكينا من تناول الفواكه والخضار والحليب ومشتقاته وغيرها. نوع السكر الثاني، هذا السكر الضار، اللي هو السكر المكرر والمضاف للأغذية، للمعجنات، للجاتو، للبوظة، لكل هالحلويات هي سواء الشرقية أو الغربية، اللي اسمه السكروز. هذا هو السكر يلي مضر للجسم وما بيعطي أي قيمة غذائية، حتى الطاقة اللي بيعطيها الجسم تسمى السعرات الفارغة. هذا اللي بدنا نبعد عنه قدر الإمكان. طب شو أضراره يعني؟ بس هو بجيب السعادة أكيد، في له يعني بعض الفوائد، آيس كريم، في أطيب الآيس كريم، هلا بيطلع غزل البنات كان وراكي مع تعجبتك الصور اللي عرضت بالتقرير. خلينا نقول أضرار السكر، أول شيء يثبط الطاقة. ليش؟ لأنه يرفع من مستوى هرمون الأنسولين بالدم، وهذا بيعطي شعور بالجوع، شعور بالتعب والرغبة بالخلود إلى النوم، وبيضعف القدرة على التركيز. يزيد من ذاكرة الجسم الالتهابية، فبيصير الجسم معرض أكثر للالتهاب، وخصوصا مثل حب الشباب، مثل الالتهابات المفاصل والعضلات وغيرها من الأمور. ويزيد أيضا من الأمراض المزمنة الأساسية المسببة للوفيات بالعالم كأمراض القلب والشرايين، ويزيد أيضا من نسبة السرطانات، وأيضا يزيد من مقاومة الأنسولين، يرهق الكبد، يخرب الأسنان، يثبط المناعة، ما ويثبط يعني المناعة. هي كتير مهمة، بتصير الإنسان حتى أكثر معرض للرشح ولكل هي الأمراض، حتى البكتيريا النافعة بالجسم يضعف قدرته، هو بعكس الفواكه الموجودة أو السكر الموجود بالفواكه والخضار. نعم، أو التمر كمان. أو التمر طبعا. نعم، وشو الكمية المسموح في بتناولها يوميا؟ هلا هو هذا كتير سؤال ربما الإجابة عنه ليست بالبسيطة، لأنه هذا بيختلف بحسب الجنس والعمر وحالة الجسم الصحية والنشاط اللي بيقوم فيه. ولكن بحسب جمعية القلب الأمريكية، فإن الرجل البالغ الصحيح اللي ما بيعاني من أي أمراض مسمح له 150 سعرة حرارية من السكر، يعني ما يعادل 9 ملاعق صغار اللي هي 37.5 جرام، في حين للنساء 6 ملاعق سكر صغيرة اللي هي 25 جرام، واللي تعادل 100 سعرة حرارية. بس مثل ما حكينا، هذا الشيء للأشخاص البالغين الأصحاء يلي ما بيعانوا من أي حتى أمراض. بهي في فرق بين الرجل والمرأة، يعني الرجل حظه أكثر من لا، في نساء حجمهم أكثر من الرجال بس بشكل عام. طب شو أضرار هبوط السكر في المقابل؟ هبوط السكر بيسبب غثيان، بيسبب غباشية بالرؤية، بيسبب قدرة عدم القدرة على التركيز، الشحوب باللون، مثل هبوط الدم يعني، ضغط الدم. هو اسمه تمام، لا هبوط سكر الدم تماما، فهو له كتير مشاكل. لذلك إذا أي واحد صابه هبوط بالسكر دغري لازم يتناول أي شيء سكر لحتى يرجع يرفعه. شكرا كتير دانيا، وعيد سعيد إن شاء الله. شكرا على الجميع. وكالعادة نعرض فيديو من منصتنا أنا العربي، واليوم قصة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام الجنائية الدولية في نفس الوقت الذي يدعو فيه وزير خارجية الإمارات للتطبيع. نشاهد. In brief, I am satisfied that war crimes have been or are being committed in the West Bank, including East Jerusalem and the Gaza Strip. Today I announce that following a thorough, independent and objective assessment of all reliable information available to my office, the preliminary examination into the situation in Palestine has concluded with the determination that all the statutory criteria under the Rome Statute for the opening of an investigation have been met.
قبل الختام نطلع على بعض مواضيع حلقة الغد. دقت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس ناقوس الخطر حول مصير العديد من التونسيين المصنفين والخاضعين لتدابير المراقبة الإدارية لوزارة الداخلية التي تعرف بإجراءات مؤكدة أنها تناقض مبادئ الحريات والديمقراطية. في موضوعنا رئيس غدا نسأل كيف يجب أن تتعامل الحكومة التونسية الجديدة مع هؤلاء الخاضعين لتدابير المراقبة الإدارية. فيلم المغربي جديد يناقش قضية الأمهات العازبات المغرب آدم لمريم التوزاني في شباك الفنون. ونتوجه إلى قلب العاصمة البريطانية لمتابعة آخر مشتريات موسم الأعياد في شباك لندن. نختتم حلقتنا كالعادة والشباك السعيد ويأتينا اليوم من مدينة أيوثايا في تايلاند، حيث تجولت في شوارع المدينة 4 فيالات ترتدي زي بابا نويل وقدمت هدايا لأطفال المدارس بمناسبة أعياد الميلاد. كل عام وأنتم بألف خير، ونلتقي غدا في 6 بتوقيت القدس، 3 بتوقيت غرينتش. إلى اللقاء.